عظم الله أجورنا وأجوركم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الجوادين، ونلتقيكم في رحاب الإمامين العسكريين عليهم السلام، ونقدم التعازي لمولانا صاحب العصر والزمان، وكذلك إلى المراجع العظام الذين كانوا وآلوا أن يكون مشروعا تبليغيا هنا في سامراء. نعم مشاهدي الكرام، ننقل لكم الصور والأجواء مع خدام الإمامين العسكريين عليهم السلام. سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأجوركم نعزي الإمام صاحب العصر والزمان باستشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ونعزي مراجعنا الكرام أجمعين. صاركم كم يوم تخدمون؟ صار لنا 4 أيام نخدم. يعني شنو طبيعة الخدمة اللي تقدموها؟ إحنا ما فرن ما صمون، زائدا فلافل، ماكينة مال فلافل فقط. يعني الهدف من تقديم الخدمة للزوار شنو؟ يعني أنت جاي تعبان اليوم تقدم الخدمة وعايف عيالك، ليش؟ لخدمة الأئمة عليهم السلام. لخدمة الأئمة عليهم السلام. شنو دعاء كلمة أنت تقول؟ والله الحشد الشعبي ينصرهم على دواعش، وإن شاء الله يطهر أرضنا من الدواعش بحق محمد وآل محمد، وينصرنا على القوم الكافرين. مشاهدينا الكرام، في هذه التغطية الخاصة في ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري، لنقدم التعازي لسيدي ومولاي صاحب العصر والزمان مع خدام الإمام الحجة المنتظر. حياكم الله حجينا. عظم الله أجورك وأجرك نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام بهذا المصاب الجليل استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام. حجينا أن ينصر علماءنا الربانيين، وينصر الحج الشعبي، وينصر خدام الحسين سلام الله عليه، وخدام الإمام علي الهادي والحسن العسكري عليه السلام، ونسأل الله الموفقية. يعني اليوم احنا في موكب، يعني اليوم كيف يكون لازم الخادم؟ الخادم شلون لازم يكون؟ من أخلاقه، من تعامله مع الزائرين، من الرسالة التي ينقلها إلى العالم أجمع عن طريق هذه الزيارة المليونية. إن شاء الله سنت رحم الله والدي. الخادم أهل البيت سلام الله عليه ويخدم الزوار أن يكون قلبه كبير، يكون قلبه واسع، ويتحمل كافة المتاعب. احنا الحمد لله والشكر عايفين أهلنا، طريق بعيد، كان نجي مكان بعيد ما ننام، نوصل سامراء القنابل علينا، صواريخ علينا، أبد ما بطلنا خدمة أهل البيت سلام الله عليهم، ودايمين إن شاء الله. الإمام الحجة الآن أمامك، شو تريد تقول له؟ شو تريد تخاطبه بدمعك بقلبك وأنت تخدم زوار؟ والله نقول له إن شاء الله نظل على طريقك، إن شاء الله إن شاء الله ما نخذل أئمتنا سلام الله عليهم، ونظل نخدمهم إن شاء الله مدى الحياة لحد الموت. لو مو قنابل، لو مو صواريخ، هذا هنا وقع صاروخ، هنا استشهدوا خدام سلام الله عليهم. زين هاي دماء الشهداء شو تريد تقول لهم؟ تتذكر اصدقائك اللي كانوا خدمه؟ والله ان شاء الله ماشيين على طريقهم، ان شاء الله ما نبطل هاي الخدمه، وان شاء الله منتصرين، وكل ما جالها قاعد يزود ان شاء الله، كل ما جال الخدمه قاعد يزود. نعم، لولا دماء الشهداء التي نزفت من أجل الوطن والمقدسات لما كانت هنالك زيارة مليونية التي نستلهم منها العبرة والعبرة في طريق محمد وآل محمد. سلام عليكم سيد. السلام ورحمة الله أخوي العزيز. من الشامية إلى الخالص ديالة اليوم أنتم، الله يحفظكم، اليوم أنتم جايين لخدمة زوار الإمامين العسكريين عليهم السلام. يعني شنو اللي تريدون تقدموه إلى الإمام الحجة المنتظر؟ كل ما نقدم هو قليل بحق الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، ونبذل كل جهدنا والغالي والنفيس في خدمة الإمام سلام الله عليه. احنا من أهالي الخالص حي العمال، احنا نخدم موكب، عندنا خدمة بكربلة وعندنا موكب هنا خدمة إن شاء الله، احنا والأخوة كادر كليتنا. الدعم طبعا كلية من عندنا، ما حد يساعدنا، دعم كلية من عندنا احنا مع الله. نعم كله مع الله، الحمد لله والشكر. الله يحفظك ان شاء الله. العتبه العسكريه، العتبه العسكريه على هذا التسهيل وعلى الدعم وعلى التسهيل، الحمد لله والشكر. شكرا لكم، الله يحفظكم. مستمرين معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطيه الخاصه من سامراء المقدسه وطريق زائري الامامين العسكريين عليهم السلام، وانتم تشاهدون الان هذه الاجواء، زوار الامامين في أوقات متأخرة من الليل وهم يفدون إلى العتبة العسكرية المقدسة مع المواكب الحسينية. خليكم ويانا،
سلام عليك. سلام غادر اخي العزيز غادر. الله اجرك. عظم لكم الاجر وشات امير المؤمنين. الله يحفظك ان شاء الله. يعني دا تقدم الخدمه الى زوار الامامين. نعم. العسكريين عليهم السلام. نريد فد كلمه الى الامام الحجه المنتظر، شو تريد تقول له؟ نعزي العالم الاسلامي والحجه المنتظر والمراجع العظام في هذه الليله ليله استشهاد الامام الحسن العسكري سلام الله عليه. ونعزي العالم الاسلامي ثانيه المراجع العظام. ونحن نحن يعني كل في كل سنه نخدم زوار الامام العسكريين من 2007 ولحد الان نخدم الامام العسكريين. عدن اغاتي الله يحفظكم ان شاء الله. طبعا هاي اطلب من اخوي المصور اني يشوف الخدمه اللي يقدموها للزوار بكل ما يحتاج الزائر، كل ما اشتهت الانفس، وكان نحن في طريق الجنه. حياك الله حجين. سلمك الله حبيبي. الله اجرك واجوركم. من قدمكم؟ من كربلاء. من كربلاء المقدسه، من الحسين الى سامراء. اليوم الامام الحجه شو يريد من خدام الامامين العسكريين؟ والله يريد منهم اخلاص زين، نياتهم يصفوها، يسوون قلب على قلب، يتركون الخلافات، هذا اللي يريده. شو يريد هو؟ زين انت شنو تريد من الامام الحجه؟ والله انا اريد يظهر ويخلصنا من هالمصايب هاي. هاي شنو بدنا انت؟ مشتاق لها؟ اي والله. اي والله. تاخر الامام الحجه طبعا. شنو هو قدامك هسه؟ شو تريد تقول له؟ فتوجه له ثلاث كلمات. شو اقول له؟ من قلبك الى قلب الامام الحجة. والله هو يعلم كل شيء، انا شو اريد اقول له؟ ما يجي هالشيء على لساني اللي اقول له. شنو اريد اقول؟ هو يعلم كل شيء يعلم. انت تخدم تذكر الامام الحجه، تطلب منه؟ طبعا تطلب. ليش؟ اطلب منه ستر العافيه، ستر على الناس الشباب. هذا بعد ما اقدر احكي راح ابكي بعد. خلصت رحم الله والديك. زين دماء الشهداء اللي نسفت هم تتذكروهم انتم تخدمون؟ طبعا. لا شنو؟ اخواننا ذولا، اولادنا ذولا، منو ذولا؟ ولد عمامنا ذولا، من هم؟ غربه منين؟ تفضل هم هسه اليوم ذولا. الحمد لله رب العالمين، اذا هم ما كانوا ما كنا احنا. كان راحت، كان انهتكنا اصلا. طبعا. انا دائما اذكر هاي العباره واكررها، لولا دماء الشهداء لما كانت هنالك زياره.